مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو BFT؟ ما هي ميزات BFT؟ ما هو BFT؟ هو المنتخب البرازيلي لكرة القدم للرجال والنساء والعديد من الفئات الأخرى، ويديره الاتحاد البرازيلي لكرة القدم CBF، والذي يمثل البلاد في مسابقات كرة القدم التي تنظمها فيفا. ما هي ميزات BFT؟ حصل BFT على أكبر عدد من الألقاب العالمية، حيث بلغ إجمالي عدد الألقاب حتى الآن 5. وقع CBF صفقة مع شركة BTC التركية الناشئة في بلوكشين لإطلاق الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال NFTS ورموز المعجبين. تمتلك العديد من الفرق الرياضية حاليا صفقات NFT ورموز المعجبين. يتم ترخيص NFTS ورموز المعجبين بمزودي خدمات مختلفين نظرا لأنها تخدم أغراض مختلفة وتتخصص بعض الشركات في تسويق تقنية واحدة فقط. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.